يحاول الطلاب المتقدمون للدراسة في معهد العلوم الصحية تجاوز امتحان القبول والالتحاق بالمعهد الذي يؤملون من خلاله تحقيق طموحاتهم. في محافظة أبين تقريبا أكثر من 650 قابلة مجتمع وقبالة عليا ومشرفة قبالة، تمام. فلهذا النص موظف والنص الآخر مش موظف. من تخرجت من المعهد الصحي ما فيش وظائف، راحت البيضة، راحت رداع، راحت ذمار، راحت الضالع، راحوا المناطق المحافظات كلها، ما فيش السهل، يعني ما فيش لهم توظيف. على الرغم من وجود الكثير من العوائق في معهد العلوم الصحية في جعار، إلا أن نسبة المتقدمين لامتحان القبول هذا العام عكست مدى أهمية استمرار المعهد في أداء رسالته متجاوزا ما يمر به من عوائق. نفتقر نحن إلى فتح دورة مختبرات. دورة مختبرات المحافظة بحاجة ماسة إليها، فتحنا هذه المرة التمريض بحكم أن المستشفيات محتاجة القسم بالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان. عملية التدشين لامتحانات القبول في المعهد الصحي جاءت هذه المرة بحضور ممثلي السلطة المحلية بهدف الاطلاع على المشاكل التي تواجه العملية التعليمية في واحد من أقدم المرافق العلمية في المحافظة، خصوصا بعد تعليق الدراسة في قسم المختبر أحد أهم التخصصات العلمية. التمسنا الهموم والمشاكل التي تواجهها إدارة المعهد، وإن شاء الله تعالى نحن بنقف إلى جانبهم وبنحاول قدر الإمكان أن نوفرهم كل المتطلبات التي يحتاج إليها المعهد. العمل على توفير الإمكانيات التي تضمن استمرارية المعهد وبقائه تأتي كضرورة ملحة لحمايته مما يعترضه من معوقات بعد مسيرة نجاح تجاوزت نصف قرن ظل خلالها رافدا للمرافق الصحية بكوادر متخصصة. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.